أحسن الله عليكم. معالي الشافع، مسائل التكفير يعني هي واضحة وبينة في كتاب الله وسنة رسوله، ويعني في مناهجنا التعليمية الحديث عن هذا الموضوع وخطورته، لكن مع هذا كله وقع بعض الانحراف، ما هو السبب معالي الشافع؟ أولا أحب أن أقدم بأن التكفير حكم، لأن التكفير معناه أن تكفر مسلما، والتكفير جاء أتى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكفير من كفره الله جل وعلا أو تكفير المسلم الذي ارتد عن دينه، هذا حكم موجود في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: وكفروا بعد إسلامه، وقال: وكفروا بعد إيمانه، وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من المرتدين التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا حكم التكفير موجود، ومنهج أهل السنة والجماعة أن الردة قد تعرض على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع المذاهب الإسلامية جميعا. لكن هذا الأمر الذي هو موجود في التفاسير، موجود في الأحاديث، موجود في الشروح، موجود في كتب الفقه، حتى لا يكاد يعني لا يوجد مذهب إلا وهناك باب خاص في هذا الأمر اسمه باب حكم المرتد. هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر أبواب الفقه، خاض فيه من لا يعرف أحكام الصلاة تفصيليا ولا أحكام الزكاة تفصيليا، وهو أصعب الأبواب من جهة الفهم وجهة التطبيق. باب التكفير على العموم لا يليه أفراد الناس. إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو يتولاه من هو متخصص في البيوع، أحكام الشركات من هو متخصص في الشركات، أحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في الفرائض والوصايا والمواريث، الجنايات من يحكم بأن هذا يقتل وهذا يقتص منه وهذا يعطى دية وهذا لآخر من الأحكام الشرعية، من هو مختص من أهل القضاء أو من أهل الفتوى. فكيف بالحكم على مسلم بالردة؟ لا شك أن هذا الأمر من أصعب ما يكون من جهة الفتوى من جهة الحكم، ولذلك فالحكم فيه ليس للأفراد، وليس هو مما يطالب كل مسلم أنه يطبقه أو أنه يقول أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى. هذا مرتبط بوجود شروط، وجود موانع، وجود أحكام تفصيلية له. فلهذا أهل العلم يجعلون أبواب التكفير موكلة إلى القضاة فقط وليست إلى عامة الناس ولا حتى أفراد طلبة العلم، أنه يقول فلان ارتد وفلان خرج من دينه وفلان هذا كافر ونحو ذلك. هذا حكم مختص بالقاضي، القاضي هو الذي يحكم أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاء، المفتي الذي يحسن القضاء يعني لإثبات إثبات الشروط وإثبات انتفاء الموانع. لهذا نقول إن التسارع الذي حصل في هذه المسائل، أنا لست مع من يعني ينفي هذا الحكم الشرعي، لا شك أن هذا خطورة أن نقول أنه لا يوجد باب اسمه باب ردة، ولا يوجد أن المسلم ممكن يرتد، أو ولا يصلح أن نكفر الناس. حتى هناك من قال لا تكفروا اليهود والنصارى، لا تكفروا غير المسلمين، وهذا مناقضة لأحكام الله جل وعلا في كتابه وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة الحكم موجود في الكتاب والسنة، لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم ذكروه، لكن من يلي هذا الأمر؟ هنا يأتي ضبط المسألة. فإذا المسألة من جهة فقهية ومن جهة عقدية موجودة، المسألة تعرض لها في كتب العقائد، مسألة التكفير تعرض لها في كتب العقائد، و عرضها في كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم، لأن الأحكام على الواقع هذه مرتبطة بالفقه، أن تحكم على، لكن العقيدة
موجود فيها بعض أحكام التكفير لتعتقدها، يعني من هو الذي يكفر، ما هي الأعمال المكفرة، ما هي الأقوال، ما هي صفة، يعني حتى يحذر منها المسلم ويعتقد ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ الخلل من بعد التفجيرات التي ذكرتها السابقة في الرياض، وعلى إثرها عقدنا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدة محاضرات ودورات تتعلق بإيضاح مسائل الغلو والدعوة إلى الوسطية وإيضاح مسائل التكفير، ومنها الدورة التي ذكرتها في مطلع السؤال. هذه الدورات تهدف إلى بيان ما يتصل بهذه المسألة وتحذير الشباب من أن يتعاطوا هذه المسألة. وأنا بحكم قربي من طائفة كبيرة من الشباب وطلبة العلم من قديم، أجد أن كثيرا من الشباب يرومون الخوض في هذه المسائل ويأنسون لها، وهذا خلاف ما يجب عليهم. الواجب عليهم أن يدخلوا ويبحثوا عن المسائل التي تنفعهم في دينهم، أما المسائل التي هي من اختصاص القضاء أو من اختصاص المفتي أو نحو ذلك، ما فيها أحكام كبيرة، هذا ليس من الحسن أن يدخل فيه الأفراد الناس، بل يسبب ضلالا وانحرافا في الطريق. الحظ أيضا أن دخول الناس في هذه المسائل سيؤول إذا لم يحد منه إلى أن يكفر بالهوى، يعني شخص ما أعجب تصرفات شخص آخر أو قال هذا التصرف يلزم منه أنه يكره الدين، هذا التصرف يلزم منها أنه يفعل كذا، فيكفر باللازم. وهذا وجد في بعض البلاد الإسلامية، بعض الفئات والجماعات تكفر باللازم، بمعنى يقول يلزم من كلامه أنه يكون كذا وكذا وكذا. وكما يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، لازم المذهب ليس بمذهب، وناقل الكفر ليس بكافر، فقد يكون هناك بعض الكلام الذي يؤاخذ صاحبه عليه لكن لا يبلغ به هذا المبلغ. من المسائل أيضا التي أدت إلى فكر التكفير بشكل عام الخوض في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الحكم بغير ما أنزل الله معروف تفاصيل الأحكام عليه في كتب أهل العلم في العقيدة والحديث والفقه والتفسير أيضا منذ القديم، تكلم فيه ابن عباس رضي الله عنهما وتكلم فيه أئمة الإسلام. لكن الآن تجد الشاب بعض الفئات 15 17 سنة 20 25 سنة ما عرفوا أحكام الفقه ولا أحكام العقيدة، تجد أنه يجادل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، فجعلت هدفا لإحياء قضايا التكفير عند بعض الجماعات والفئات.